بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة البنين في قسم الفنون البصرية، مرحبا بكم أعزائي الطلاب. معكم الأستاذ معاذ بسام. لأجل قطر أنا ملتزم بالكمامة. القوانين داخل الصف، نتعاون في إنجاز المهام الصفية، نشارك في الصف برفع الأيدي، نستمع للآخرين دون المقاطعة، نحترم الآخرين. عزيزي الطالب، عليك الالتزام بنظافة يديك ولبس الكمامة وحمل المعقم. مرحبا يا أبطال، أنا صديقكم المعلم. أنا سنفور الفنان. مرحبا يا أصدقائي الفنانين، عدنا من جديد في درسنا الجميل. هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا. الأهداف: عزيزي الطالب، افتح الرسائل واستنتج عنوان الدرس. افتح الرسالة. ما هو عنوان درسنا اليوم؟ بيتي الهندسي. عنوان درسنا اليوم بيتي الهندسي. نشاهد الآن مجموعة صور لبيوت هندسية جميلة. التصميم هو: التصميم هو عملية التكوين والابتكار عن طريق جمع العناصر من البيئة ووضعها في تكوين معين لتنفيذ اللوحة بشكل جميل ومتناسق. نشاهد الآن مجموعة من عناصر التصميم ونماذج عليها. أولاً النقطة. نشاهد أمامكم مجموعة صور فيها الرسم بالتنقيط. ثانياً الخط. لقد تعلمنا سابقاً ما هي أنواع الخط. الشكل. ثالثا وهناك أنواع كثيرة من الأشكال المنتظمة والأشكال غير المنتظمة. اللون هو: الألوان لها تأثير على عيوننا وعقولنا وأعصابنا، وذلك لأن العين تستطيع أن تميز عددا هائلا من الدرجات اللونية التي تقع بين. نشاهد معا مجموعة صور بيت هندسي. تأمل عزيزي الطالب الإبداع الهندسي في هذه الصورة الجميلة. يتكامل هذا الموضوع مع مادة الاجتماعيات، أدوات الفنون البصرية، الأدوات المستخدمة في الرسم والتلوين، الدفتر، الألوان، المسطرة، والقلم الرصاص، والممحاة، والمبرة. أحسنتم أعزائي الطلاب. في انتظار إبداعاتكم، أتمنى من الجميع إحضار الأدوات اللازمة للفنون البصرية.
عزيزي الطالب، اختار موضوع من الصور التالية: قم برسم الموضوع على الدفتر الخاص بالرسم، قم بتلوين جميع عناصر الموضوع، قم بتسليم أعمالك إلى مدرس الفنون البصرية، معلم الفنون البصرية معاذ بسام. هيا نرسم ونلون، هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا لنتبع الخطوات التالية لرسم المنزل الهندسي الجميل. بإمكانكم أعزائي الطلاب إيقاف الفيديو ومتابعة الرسم. أيضا بإمكانكم رسم هذا المنزل الجميل. أريد إبداعاتكم هنا يا أعزائي الطلاب. وهنا أيضا، أين هم الفنانون؟ إني أراكم. في انتظار إبداعاتكم يا طلاب الفنانين، شكرا لإبداعاتكم. لا تنسى عزيزي الطالب تلوين الخلفية بالألوان المناسبة، لا تتركها بيضاء. الغلق، أجب عن السؤال التالي: صح أو خطأ؟ الألوان لها تأثير على عيوننا، صح أم خطأ؟ أحسنتم أعزائي الطلاب، صنفور الفنان أجاب بالإجابة صح. نعم أحسنتم، بارك الله بكم. الواجب المنزلي، ارسم لوحة فنية جميلة عن بيت الهندسي. في انتظار إبداعاتكم أعزائي الطلاب. انتهت حصتنا لهذا اليوم، كان معكم الأستاذ معاذ بسام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.